وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور مصطفى الصواف. مرحبا بك دكتور مصطفى. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. إذا دكتور، حماس تقول إن هناك مؤامرة تحاك ضد القطاع، من يريد الإيقاع بالقطاع وما أسباب هذا التصعيد في هذا التوقيت؟ يعني أنا أعتقد أن ليس القطاع وحده المستهدف، وكل الشعب الفلسطيني وعلى رأسه القضية الفلسطينية، لأن هناك على ما يبدو مشاريع إقليمية يراد لها تصفية القضية الفلسطينية لحساب الاحتلال الصهيوني باتجاه ضم الضفة الغربية كاملة إلى الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة في غزة وجزء من سيناء وفق المشروع الذي قدم من قبل ترامب ويقوم بتنفيذه عبد الفتاح السيسي مع بعض البلدان العربية. هذا هو الذي يشكل خطرا أساسا على القضية الفلسطينية، وخاصة هنا قطاع غزة. لماذا قطاع غزة؟ قطاع غزة هو الجزء الباقي من أرض فلسطين الذي يستعصي على هذا التطبيع وهذا التدمير للقضية الفلسطينية، لذلك هم يريدون خنق قطاع غزة من أجل كسر إرادته وكسر مقاومته حتى يسهل عليهم بعد ذلك تصفية القضية وتمرير كافة المشاريع. هذا هو الخطر الأساسي الذي يحدق بالقضية الفلسطينية. نعم. في الأثناء عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل قال إن حماس لن تخضع للضغط السياسي ولن تقبل بالتهديد، فيما يتمثل هذا الضغط؟ يعني هل تضغط السلطة اليوم على حماس؟ بكل تأكيد، عندما يتخذ محمود عباس قرار بقسم رواتب الموظفين ثم يهدد ويتوعد قطاع غزة بمزيد من الأزمات والعقاب، وعلى رأسها على سبيل المثال الكهرباء التي ستؤثر على المياه وستؤثر على الصرف الصحي، ومن ثم سيتخذ إجراءات أخرى ضد قطاع غزة من حصار ومن غير ذلك من القضايا المعيشية التي تتطلبها حياة المجتمع الفلسطيني. لذلك هذا هو الذي يحاول محمود عباس الآن ممارسته من ضغط على قطاع غزة حتى يؤدي إلى إثارة الناس بعضها على بعض، وربما قد يؤدي هذا الضغط بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني وبعض الأطراف العربية إلى مزيد من الضغط على قطاع غزة والانفجار الداخلي الذي سيحوله قطاع غزة بكل تأكيد إلى الاحتلال، ولن يدع فرصة لخلق حالة فتنة أو حرب أهلية داخل قطاع غزة. نعم. دكتور، ما مستقبل المصالحة الفلسطينية يعني إثر كل هذا التشرذم بين حماس والسلطة الفلسطينية؟ يا سيدتي، المصالحة الفلسطينية الذي يعطلها محمود عباس، وطالما محمود عباس في سدة الحكم لن يكون هناك مصالحة. يعني على سبيل المثال تحدث كثيرا محمود عباس عن مبادرة قطرية وقال أن هناك موافقة وينتظرون رد حماس. رد حماس كان واصل للدولة القطرية، اليوم يرفضون المبادرة القطرية ولا يريدونها لأنهم يريدون مشروع آخر غير هذا المشروع. وعليه أنا أعتقد أن الذي يعطل المصالحة هو عباس. حماس أعلنت أكثر من مرة جاهزيتها لتنفيذ ما تم التوافق عليه، حتى ما يتم التوافق عليه ينكره محمود عباس ويريد أن يطبقه ويريد أن يأخذ فقط الجزء الذي يخدم فكره وعقيده. يريد حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير القائم على الاعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن الأرض الفلسطينية، وهذا أمر غير مقبول على كثير من الأطراف الفلسطينية. المحلل السياسي الدكتور مصطفى الصواف، شكرا جزيلا لك.